الجماهير على كل متابعينا على الاسماعيلي اونلاين. مبروك جماهير النادي الاسماعيلي اول فوز للمدير الفني براون النهارده في الاستراب التكنولوجيه. طبعا خلينا ناخد اراء جماهير النادي الاسماعيلي ورايهم ايه في المباراه. ازيك يا حاج منور الدنيا كلها والله. رايك ايه في المباراه النهارده واداء الاسماعيلي في اول ماتش في البطوله؟ ولا ده عموما احسن يعني استلام الكرة والسلام وحركات اللعيبة في فدائية، حسيت ان في روح جديدة الماتش ده بصراحة بأمانة. استلم الكرة يسلمها لإسماعيلي أحسن من الأول بكتير. شايف إن ممكن الإسماعيلي في صفقاته تعمل فرق إن شاء الله في الدروب دي؟ طبعا أنا شايف سايكو النهارده عجبني بصراحة، مساكو حلو، الكرة بتسلم لزمايله حلو، ربنا يسهل الصفقات الأهلية التانية يضيفوا طبعا خصوصا في الخط الأمامي. احنا شفنا كور كتير، لو في حاجات حلوة في الهجوم أكيد هتنفعنا وهتفيد الفرق إن شاء الله. شايف هو في تطور بس لازم نستنى الصفقات الجديده. احنا كنا طبعا بنتمنى ان كارميلو يلعب النهارده، بس طبعا الدوليه لسه وصلت، بس مش هينفع ينزل النهارده. طبعا في تسليم وتسلم، في جمل معموله في الماتش كويسه جدا، بس مفيش مهاجم صريح في الصندوق، وده دي الحاجه الوحيده اللي احنا مفتقدينها دلوقتي. تمام، نتمنى نشوف الماتش الجاي على الله ربي. نتمنى ان يكون في مهاجم، هي فتره اعداد ما اعتبرهاش بطوله، دي فتره اعداد نشوف اللعيبه، نشوف الصفقات الجديده، نشوف فكر المدرب. النهارده في كذا جمله كانت كويسه جدا وضحت النهارده. تمام، نتمنى ان هي تكون فتره اعداد كويسه. مباراه كويسه كبدايه طبعا، وانتظار التدعيمات بتاعه الجماهير هيبقى الشكل افضل اكيد، لكن كبدايه طبعا جميله وكويسه، وشغل المدرب بدا يبان، لكن لسه طبعا عايزين دعم، عايزين راس مرمى، عايزين والله هو اللي يجيب افضل يعني، وربنا يكرم ان شاء الله. والحمد لله الاسماعيلي النهارده كان كويس نوعا ما، الماتشات اللي فاتت في تحسن في فتره التوقف ديت. لحد دلوقتي الواحد يعني مش مصدق ان الاسماعيلي بيكسب، الواحد كان مستني الفوز ده، الواحد نفسه كان تعبان برضه يعني، احنا مستنيين فوز زي كده يرفع معنوياتنا شويه، وان شاء الله اللعيبه تكون لا خلاص ضمننا ونقدر نحقق مركز كويس السنه ان شاء الله. البدايه كويسه يعني، بعد التوقف ازاي كويسه، وممكن المدرب الفتره اللي فاتت استغل فتره التوقف دي ان هو يعد لعيبه كويس. شايف في لعيبه كتير كانت الفتره اللي فاتت مستواها كويس، النهارده مستواها وحش، النهارده بقت تظهر بشكل كويس. شايف ان في تطور في الاداء بالظبط يعني، فتره التوقف دي جت في مصلحه الفرقه كويس يعني، وان شاء الله الفتره اللي جايه متوقع ان الاسماعيلي يبدا يقدم مستويات كويسه. والله نادي اسماعيل النهارده قدم مباراه كويسه من جميع النواحي يعني، كان في شكل الفريق والصفقات الجديده، يمكن سايكو النهارده اثبت وجوده ان هو لاعب يعني يصلح للنادي الاسماعيلي، وعبد الرحمن مجدي النهارده كان ليه دور جامد قوي في الملعب، ولا الجمهور المدرب ليه بصمات في النادي الاسماعيلي يعني، في شغل كويس قوي معمول للنادي الاسماعيلي. شايف ان الاسماعيلي جاي الفتره الجايه؟ والله لا يعني لسه انا الاسماعيلي طبعا النهارده ده شيء كويس ان هو النهارده اخذ 3 نقط في بطوله الرابطه، ودي بدايه كويسه للاسماعيلي، ولكن لسه الاسماعيلي لازم يتحكم عليه اكتر من كده. النهارده الاسماعيلي ابتدى حسينا بيه وابتدى يرجع، والمستوى النهارده كان كويس، ودي ماتش يعني بقى لنا كتير ما اتفرجناش على الاسماعيلي كده، وان شاء الله في عوده باذن الله. البطوله دي هترجع الدرب الاسماعيلي زي الاول، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله المستوى هيرجع ماتش باذن الله، عشان نخش بقى بطوله الدوري باذن الله. استعداد كويس، انا شايف ان في تحسن كبير جدا في الاداء، واللعيبه بقى لينا شكل يعني، اللعيبه بتنفس، وتحس ان في تاكتكس معين بنلعب بيه يعني. الاول احنا كنا بنحس ان احنا بننزل بنجري ورا الكوره، وكان في عشوائيه في اداء الفريق. فضل التوقف طبعا جت في مساهمه جدا من الراجل، بدا يطبق شغله النهارده باين في الملعب، احنا شايفين ان في جمل بتتعمل، اللعيبه قريبه من بعض، في لعيبه دخلت يعني، عبد السميع دخل لعيب كويس جدا وهيبقى اضافه كبيره جدا للفريق. عبد الرحمن مجدي فاق، الشامي انا كنت بقول عليه عشوائي، لا الشامي النهارده كويس جدا وبيتحرك صح، وحاسس ان الدنيا اتغيرت يعني، بقى لينا شكل. طب رايك ايه في الصفقه الجديده؟ اللعيب الافريقي النهارده لعب كويس قوي يعني، انا عجبني جدا يعني، كان عليه انتقادات ان هو من الدرجه الثانيه. كنت سامع في النت بشوف حاجات ان لا ده مش كويس، وكان بيقولوا لعيب البوليفي كويس، لا لعيب كويس قوي يعني. انا النهارده يا جماعه الاسماعيلي فعلا يعني حاجه ثانيه خالص بنتفرج عليها.
الحمد لله الفوز الاول والماتش يعني انا شايف الماتش كان كويس في ظل برضه ان انت في لعيبه لسه ما جاتش البطاقه الدوليه بتاعتها لسه برضه محتاجين بعض التدعيمات. انا شايف الفوز كويس وبرضه يعني الاداء يعني انا شايف احسن شويه بنعرف ننال فاضل شويه حاجات كده بعض الاخطاء نصلحها وان شاء الله الاسماعيلي راجع يعني مع المدرب مدرب كويس مش وحش شايف والله احنا لعبنا ماتش سموحه برضه اللي هو في الدوري كان كويس بس في الاخر اتخطفنا في اخر الثواني يعني في الماتش بس النهارده لا اداء احسن انا شايف الاداء هيتحسن كل فتره توقف الاسماعيلي بيرجع افضل واحسن من النادي الاسماعيلي واراء جماهير النادي الاسماعيلي بالفرحه بالفوز على سموحه النهارده اداء متميز جماهير النادي الاسماعيلي في التفاؤل نتمنى ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله ونشوف الاسماعيلي في حته تانية شكرا لكل اللي تابعونا النهارده على اسماعيلي اونلاين.